شيخ سعيد، شكرا شيخ بدر. له للشيخ يحيى علاقة بالطب، نعم، وشغوف بتتبع أخبار الطب، هل يعني تحدث بشهر الكريم عن هذا الجانب؟ نعم. ولا الشيخ يحيى الشيخ بالطب؟ يحيى نعم كان مهتما بالطب رحمه الله تعالى، بالطب المعروف عند أهل عمان يعني أو عند علمائنا، فعلماؤنا أيضا كانوا يهتمون بالطب، جميل، كمثلا يعني كالشيخ راشد بن عميرة هذا الرستاقي، نعم، ويروى أيضا عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد النزوي الناعب رحمه الله تعالى، أيضا كان مهتما بالطب إلى غير ذلك. وكان دائما يقرأ الشيخ تذكرة داود الإنطاكي، كان دائما يقرأ في تذكرة داود الإنطاكي. وحتى مرة اشتكيت يعني إليه مرضا أصابني في ذلك الوقت، فقال لي احضر تذكرة داود، وقال اقرأ في المكان الفلاني، فقرأت، قال هذا العلاج، فعملت ذلك العلاج والحمد لله استفدت. ومما أخبرني أن رجلا كان مسافرا إلى بلد ما وفيها برودة، فيها حرارة، أستغفر الله، يعني كانت حارة، لا فيها برودة، باردة يعني، فكان يأكل عسلا، دائما يأكل ذلك الرجل العسل حتى أصيب بمرض، لأن عارف كم يقول العلمانيون إذا شاء زاد شيء عن حد يعني ينقلب ضده، زاد زور كما يقال. نعم نعم. فأصيب بمرض، فجاء إلى الشيخ وقال له هذا أنا يعني يقول مريض وما أشبه ذلك. فنظر الشيخ في عينيه، نعم، فقال له أرى يعني اصفرار في عينيك، وماذا تأكل؟ قال أكل عسل. قال يعني الدم سيحترق عندك، يقول لك قف عن العسل الآن، وكل الأشياء الباردة التي فيها برودة يعني طبيعتها باردة، نعم، كاللبن الرايب، وكذلك يعني كالخبز، ما يسمى بالخبز الأسمر المخشوب هذا، يعني لبن الخبز الأسمر، نعم، قال هذه تعالج الحرارة. نعم. وقال بأن الحار يقول كالملك يحتاج إلى جيش يقلعه من الجسم، نعم، أما البارد يقول فقير فيحتاج إلى طرف، الله، يعني طرد بطرف. يقول فكل هذه الأشياء الباردة يعني المأكولات التي فيها برودة طبيعتها البرودة، نعم، مدة 40 يوما. ففعل ذلك الرجل فشفاه الله تعالى. سبحان الله. من المواقف الثانية أيضا في الطب الذي يعني يقول أنه زار قريبا له، نعم، ووجد أمه وزوجته تبكيان عليه، يقول فيه يعني هذا أورام، نعم، والأم والزوجة أو تظن الأم أن فيه يعني الوباء، نعم، أظن مرض الوباء المقصود بالطاعون السرطان أو شيء، نعم، أظن، نعم، السرطان، نعم. فقال لهم الشيخ ليس فيه الوباء، هذا فيه يعني فيه برودة، برودة أو حرارة؟ فيه برودة، نعم، فيه برودة، نعم. فأحضر الشيخ يعني عسلا وعسلا وسمنا، وقال لأمه وزوجته اطعما، نعم، اطعما. فشوف في ذلك الرجل بعد ذلك بعد سبحان إياه. الله. وهناك قصص كثيرة عن الطب هو أخبرني إياها. جميل. ويعني الحمد لله فالشيخ كان مهتما بالطب العماني أو بالطب المعروف عند العمانيين سابقا، وهذا كما قلت لك داب أهل، نعم، عمان. حتى في الكي كان بعض هناك العلماء من يكوي، نعم، بعض الأمراض كعرق النساء، نعم، كالأمراض الأخرى. جميل. هذا حتى عند فقهاء عمان، نعم، في ذلك العصر.